بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوان، الدرس السادس من سلسلة تلخيص مادة الاجتماعيات للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. وهنا اليوم ويانا أسئلة الفصل الثاني، حل أسئلة الفصل الثاني، اللي هي السؤال الأول: عرف ما يأتي المناخ، الإقليم والطقس والأمطار التضاريسية، وهاي كل منها تعاريفها واضحة قدامكم. الإقليم أنه منطقة محددة من الأرض لها خصائص طبيعية بشرية تختلف عن المناطق المجاورة لها. الطقس أيضا الأمطار التضاريسية والأمطار وهي الأمطار التي تحدث بسبب التقاء الرياح الرطبة القادمة من البحر. مناطق مرتفعة تصطدم بالجبال وترتفع معها تشكل سقوط أمطار على الحافة المواجهة، حافة السفح المواجهة للرياح. النبات الطبيعي الأثل ونوع من أنواع النباتات الطبيعية المعمرة باب النج. أيضا والفراغات، مجموعة فراغات هذه فراغات، وطبعا غالبا ما تجي من عندها بالبزاري. سؤال 3: ضع علامة الصح، كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة أو كلمة خطأ على العبارة الخاطئة، ثم صحح الخطأ. هنا يعد البحر الأحمر من أكثر البحار تأثير على العراق. خطأ البحر المتوسط، هذا شوية صاير خطأ بالطبع، صاير البحر المتوسط. يكثر سقوط الأمطار في فصل الصيف، خطأ عدم سقوط الأمطار. تحت النبات نظام السهوب 25 من مساحة العراق، خطأ 15%. تقريبا كلهن جايب لكم ياهن خطأ، أو كلهن يعني إن كلهن خطأ. السؤال الرابع: علل ما يأتي. اتساع المدى الحراري اليومي بين الليل والنهار بسبب جفاف المنطقة وارتفاع الحرارة. تباين أنواع النباتات الطبيعية في العراق بسبب تباين التضاريس والمناخ والتربة. لأن البقية ضعف تأثير المسطحات المائية، يعد الموقع الفلكي أكثر تأثيرا. لأن التعاليل أيضا احنا شرحناهن ولخصناهن بالدروس السابقة. عدد ما يأتي نطاق النبات الطبيعي بالعراق، لأن مجموعة النطاقات واللي هي تقريبا واضحة جدا لأنها رؤوس أقلام. الأقاليم المناخية، أقليم البحر المتوسط، السهوب والصحراء. وإذن مهمات هواي جنب الوزارة. بين أهم فوائد كل من النبات الطبيعي، الأهوار والمستنقعات. ارسم خريطة العراق وحدد عليها الأقاليم المناخية. لون خريطة تضاريس وطن العراق بحسب الألوان المثبتة في مفتاح المسطحة، يعني مو شلون ما كان ترسمها، وإنما لازم تكون يعني الألوان اللي بيها مثل ما مفتاح المسطحات المصطلحات العفو. وهذا ناخذه بالخرائط. نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. لا تنسوا اللايك للفيديو. في أمان الله.